عمر بنرحب بيك في صدى البلد. اهلا وسهلا بيك وكل سنه طيبين وعيد سعيد عليك يا رب. طيب ومبروك على الفيلم. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك يا رب. طيب عايزينك تكلمنا على دورك. دوري في الفيلم انا طالع بدور عمر كمال المطرب الشعبي زي ما انا كده قدامك وبشارك مع النجمه الكبيره ايتن عامر في اغنيه حلوه جدا اسمها قلبي خاصه ان شاء الله تعجب الناس باذن الله وان شاء الله يبقى يعني فتحت موسم حلو ليا ان شاء الله باذن الله. خفتش من التجربه ان بطل الفيلم طفل؟ لا خالص انا ليا انا القصه كلها دي بالعكس بالعكس مختلفه بالعكس انا لو قصه البطل فيلم ده يضمن لي اروح للجمهور الاساسي انا بستهدف لهم العائلات الشعب المصري الجميل اللي يشوفني اكتر حاجه. لا طبعا مبسوط طبعا. ايه الجديد بقى لعمر كمال؟ الجديد انا بعمل 3 اغاني في ان شاء الله في الموسم اولهم هتنزل بعد العيد باسبوعين اسمها مع الساره زكريا ما استقرتش على اسم الاغنيه وفي اغنيه بعد كده مع النجم عباس حموده اول مره بغني من كلمات الشاعر الكبير ايمن ماجد قمر والحان محمد يحيى وتوزيع صالح عبد المنعم وفي حاجه ان شاء الله مع حسن شاكوش برده حلوه برده يعني حاجه برده للصيف برده. شكرا جدا شكرا جدا ليك كل سنه.